وكده ميزة الشحن السريع هتشتغل معاك، وللمصداقية هوصل الشحن دلوقتي ونشوف الميزة هتشتغل ولا لا. زي ما انت شايف كده ميزة الشحن السريع اشتغلت وبيقول لي مي تيربو تشارج زي ما انت شايف كده، والعداد بدأ يعد معايا زي ما انت شايف بدون اي مشاكل، والميزة اتفعلت على الجهاز بتاعي. النهاردة نشوف مع بعضينا ازاي نفعل ميزة الشحن السريع لكل تليفونات شاومي. طبعا هنا اقصد بكل تليفونات شاومي يعني جميع التليفونات الا في حالتين اتنين بس، عشان خاطر اوفر عليك الفيديو واوفر عليك التعليق اللي انت هتكتبه في الفيديو ده. اول حالة معانا انك تكون مغير الراس او الوصله بتاعه الشحن بتاع التليفون بتاعك. لو مغير الراس او مغير الوصله فكده انسى ان الشحن السريع يشتغل معاك من اول وجديد. طبعا لو مغيرهم من فرع شاومي ووصله وراس اصليين غير محلات الصيانه، لان هم مش بيبيعوا حاجات اصليه اصلا، فطبعا مش هتلاقي ميزه الشحن السريع رجعت معاك تاني، ولازم الوصله والراس بتوع التليفون الاصليين. تاني حاجه معانا ودي بقى اللي بتواجه ناس كتير جدا، لو انت جالك تحديث على التليفون بتاعك فبعد ما تعمل التحديث ده وبعد كده تراستر التليفون عادي، تيجي توصل الشاحن تلاقي التليفون بتاعك ما بقاش يدعم الشحن السريع. ممكن من خلال الفيديو والحركه اللي احنا هنعملها في الفيديو النهارده تتفعل معاك ميزه الشحن السريع وترجع لك تاني من اول وجديد، وممكن ما تتفعلش معاك ميزه الشحن السريع وهقول لك في اخر الفيديو تعمل ايه عشان تحل المشكله دي وممكن تتحل او لا. اول حاجه لو انت مشترك في القناه وبتشوف الفيديو ده دلوقتي، اتمنى انك توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك للفيديو تشجيعا منك ليا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. تاني حاجه لو انت بقى بتشوف الفيديو ده لاول مره على اليوتيوب، اتمنى انك توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك للفيديو تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد بينزل على القناه. عندنا النهارده ثلاث طرق بقى زي ما انت شايف كده عشان نوصل لواجهه زياده سرعه الشحن او بوست تشارجنج سبيد. لو انت باللغه العربيه هتلاقي زياده سرعه الشحن، لو انت باللغه الانجليزيه بوست تشارجنج سبيد. طيب الثلاث واجهات دول هنجيبهم ازاي؟ طبعا عندنا ثلاث برامج، والثلاث برامج هيكونوا موجودين في لينك واحد بس. الثلاث برامج دول هيوصلونا لواجهه الشحن السريع. طيب هتقول لي طب ما انا ممكن بس برنامج واحد اوصل للشحن السريع ويتفعل معايا. لا، انا هوصلك من خلال الثلاث برامج، لان الثلاث برامج ممكن تفعل البرنامج الاولاني وما تتفعلش معاك ميزه الشحن السريع فتروح للبرنامج التاني وتجرب، وتروح للبرنامج التالت وتجرب، وبعد كده هيكون بقى عندك مشكله من المشاكل اللي احنا قلناهم في اول الفيديو. تمام، هتوصل للبرامج دي ازاي؟ زي ما قلت لك في وصف الفيديو. البرامج دي عباره عن برامج زي ما انت شايف، اول برامج كده موجوده عندي اللي هي ميو اي داونلودر وميو اي داونلودر برو ومشغل النشاط. مجرد ما ندخل على ميو اي داونلودر كده هتلاقي واجهه تحديثات بتاعه تليفونات شاومي. بالمناسبه لو عندك مشكله في تحديثات برده تليفونات شاومي حلينا جميع مشاكل التحديث باذن الله، هتلاقي كده اي ظهرت لك في اخر الفيديو يمين او شمال هتحل لك مشكله التحديثات. مجرد ما تدوس عليها هتحولك لفيديو هخلصك من مشكله التحديثات باذن الله. مجرد ما تدخل على برنامج ميو اي داونلودر كده زي ما انت شايف، البرنامج ده طبعا عباره عن تحديثات لتليفونات شاومي. اللي يهمنا هنا ان احنا ندخل على اخفى المزايا وبعد كده ننزل لتحت خالص زي ما انت شايف كده. بعد كده هنبحث على حاجه اسمها بوست تشارجنج سبيد. مجرد ما ندخل عليها كده هيحولنا للواجهه اللي انت لسه شايفها من شويه. بيقول لك هنا زياده سرعه الشحن سيؤدي التشغيل الى زياده سرعه شحن الجهاز، سيعطي ميو اي الاولويه لسرعه الشحن مع ضمان سلامه جهازك، كلما انخفض شحن البطاريه زادت سرعه شحنها، قد تؤدي هذه الميزه الى تسخين الجهاز. طبعا مفيش تسخين ومفيش اي ضرر على الجهاز بتاعك باذن الله. مجرد ما تفعل ميزه الشحن السريع كده وتفعل ميزه الاشعار حول تسريع الشحن، وبعد كده بيقول لك هنا تذكير بزياده سرعه الشحن عند توصيل الشاحن وشحن بطاريه الجهاز اقل من القيمه المحدده. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انت دلوقتي هيجي لك اشعار حول تسريع الجهاز اللي هي الواجهه بتاعه بوست تشارجنج سبيد اول ما توصل الشاحن عادي، وكمان كلما انخفض الجهاز عن النسبه اللي انت حددتها عايزها 20 10 30 40 50، انا في حالتي هخليها 20% عشان اول ما التليفون يوصل 20% يديني اشعار ان انا وصل الشاحن بتاع الجهاز بتاعي، فانا خليتها 20. وبعد كده بيقول لك هنا عدد هتفعل ميزه زياده سرعه الشحن بدون اي مشاكل. ده كده بالنسبه للبرنامج الاولاني. اما ميو اي داونلودر برو كده زي ما انت شايف هيدينا برده نفس الواجهه بدون اي مشاكل. هندخل على الاعدادات المخفيه وبعد كده ننزل لتحت خالص لحد ما نلاقي بوست تشارجنج سبيد اللي احنا عملناه في البرنامج الاولاني لانها متطبق معانا في البرنامج الثاني، وده يدل ان الميزه معانا اشتغلت بدون اي مشاكل، وميزه الشحن السريع عادي اتفعلت في التليفون بتاعنا من خلال البرنامج الاولاني والتليفون اتعرف على البرنامج وقبل انه يفعل ميزه الشحن السريع. طبعا ما نلعبش في الاعدادات دي، ولكن برضه هنروح لثالث برنامج لو انت لسه ما اتفعلتش عندك الميزه دي، ونستنى يحمل كده مع بعضينا. مش هياخد التحميل ده ثواني معدوده. بعد كده هنيجي في علامه البحث اللي فوق الشحن السريع، طبعا لو انت باللغه الانجليزيه بوست تشارجنج سبيد، فهتدخل كده تدوس على زياده سرعه الشحن. بعد كده هتلاقي الواجهه اللي كانت موجوده في التطبيقين الاولانيين ظاهره ومتفعله بدون اي مشاكل، وكده ميزه الشحن السريع هتشتغل معاك، وللمصداقيه هوصل الشحن دلوقتي ونشوف الميزه هتشتغل ولا لا. زي ما انت شايف كده ميزه الشحن السريع اشتغلت وبيقول لي مي تيربو تشارج زي ما انت شايف كده، والعداد بدا يعد معايا زي ما انت شايف بدون اي مشاكل، والميزه اتفعلت على الجهاز بتاعي. تمام، لو الميزه ما اتفعلتش
اشتغلتش على الجهاز بتاعك، فكده عندك مشاكل من المشكلتين اللي احنا قلناهم في اول الفيديو. وطبعا انا مش ناسي الحل بتاعك، لو انت المشكله دي حصلت بسبب التحديث فطبعا ممكن تقدر تعمل فورمات للتليفون بتاعك، بس برضو تاخد نسخه احتياطي من البيانات بتاعتك عشان خاطر ما تخسرش البيانات دي. بعد كده تبدا تجرب الميزه دي وتشوف هتشتغل معاك ولا لا. طيب بعد الفورمات واعاده ضبط المصنع الميزه ما اشتغلتش معايا، يبقى هنا الشركه منعتها من خلال التحديث اللي وصل لك ده، وتقدر ترجع للميزه تاني من خلال انك تفك البوت لودر. فيديو هيظهر لك دلوقتي في الاي اللي فوق يمين او شمال. طبعا هتفك البوت لودر وتنزل التحديث اللي قبل التحديث الحالي اللي كان موجود معاك، هتبقى لفه كبيره بس عشان خاطر توصل لميزه الشحن السريع. ده كده كان فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد بينزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.